في نشرة الأخبار من قناة السعودية نستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو ولي العهد وولي عهد البحرين يترأسان مجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها. أهلا بكم. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من الرئيس آدام بارو رئيس جمهورية غامبيا تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات. وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله وزير خارجية جمهورية غامبيا الدكتور مامادو تانغارا. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين اجتماع المجلس التنسيقي السعودي البحريني الثالث في الرياض. هذا وقد وصل إلى الرياض الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين. وكان في مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. المملكة والبحرين علاقات تاريخية وروابط متينة تعززها وحدة المواقف المشتركة في جميع القضايا الخليجية الإقليمية والدولية. ولبلوغ تلك العلاقات أعلى مستوياتها من التعاون والتكامل وتعزيز تقدمها في المجالات كافة، أنشئ مجلس التنسيق السعودي البحريني عام 2019 بناء على توجيهات قيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والملك حمد آل خليفة. نحو مزيد من الإنجازات لصالح ازدهار ورخاء الدولتين وشعبيهما، جاء المجلس التنسيقي ليشكل حافزا كبيرا للارتقاء بالعلاقات الثنائية
خصوصا في ظل ترقية مستوى تمثيل المجلس عام 2020 ليكون برئاسة وليي عهد السعودية والبحرين الأمير محمد بن سلمان والأمير سلمان بن حمد، وتعدد مجالاته استنادا إلى رؤيتي 2030 للمملكة والبحرين واستشرافهما للمستقبل. ولنهج المملكة الراسخ في تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون، تشكل الرياض عمقا استراتيجيا لدول الخليج عموما وللبحرين خصوصا، مع علاقات الجوار والأخوة المتجذرة في أبهى صورها، والتي تترجم تطلعات القادة في استثمار الإمكانات وتعزيز مسيرة النماء والاستدامة. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام حول العلاقات السعودية البحرينية، ينضم إلينا الكاتب السياسي الدكتور نايف الوقاع. دكتور، أهلا بك بداية في هذه النشرة. وبلا شك يعكس انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، كذلك متابعة منجزات المجلس. تعليقكم دكتور. حياكم الله، مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. الحديث عن العلاقات السعودية البحرينية حديث يعني قريب من النفس، والمحلل لا يجد حقيقة مشقة أو صعوبة للغوص في أعماق التاريخ وجلب مزيد من الشواهد والأدلة على متانة هذه العلاقات. هذه العلاقات راسخة ومتينة، مبنية على وحدة المصير، مبنية على رؤية مشتركة، مبنية على الصدق والشفافية. فالمملكة العربية السعودية تمثل العمق الاستراتيجي لمملكة البحرين ولبقية أشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي. وأيضا حرص القيادتين الرشيدتين في المملكتين الشقيقتين توج في إنشاء هذا المجلس المبارك في 2019، ثم رقيت رئاسة المجلس إلى وليي العهد في المملكتين. وبالتالي هناك إرادة صلبة ومتينة وواضحة، ولا يوجد فيها أي تردد لدفع هذه العلاقات إلى مستويات جديدة وأفاق رحبة. وبالتالي هذه زيارة سمو ولي عهد البحرين لأشقائه في المملكة العربية السعودية هي تعبير عن هذه العلاقة، عن أواصر والروابط التاريخية التي تربط ليس فقط من ناحية الجغرافيا والتاريخ، أيضا من ناحية الدم والدين. جميل. والتاريخ المشترك بين الأسرتين الحاكمتين وبين الشعبين الشقيقين. نعم جميل. دكتور، كما ذكرت أسهم التوافق أيضا في رؤيتي البلدين 2030 في تعزيز التعاون التنسيق المشترك، مما تجلى أيضا فعليا في رفع مستوى التمثيل في عام 2020 ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد في البلدين. هذا يقودنا إلى أن حجم الطموحات والأهداف المشتركة المرجوة كبير جدا دكتور. أصدقك القول. نعم. أن إطلاق المملكة العربية السعودية رؤية 2030، وفي ذلك اليوم المشهود عندما أعلنها سمو ولي العهد الكريم وتوجت بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده الله، لم تكن فقط محفزا للشعب السعودي أو للقيادات السعودية على كافة المستويات كافة، وإنما أيضا كانت هذه الخطة وهذه الرؤية هي ملهمة لشعوب المنطقة بل وللعالم. عندما ننظر إلى اليابان وقد أطلقت رؤية مشتركة، عندما ننظر إلى أوروبا وقد أطلقت رؤية مشتركة، وأيضا في محيط مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي هذه الرؤية في المملكتين الشقيقتين أحدثت حقيقة قبل الإنجازات المادية، نحن لا نتكلم فقط عن الإنجازات المادية وإنما نتكلم عن الروح المعنوية المرتفعة جدا، الدوافع الذاتية للمسؤولين في البلدين، تطلعات الشعبين أيضا لمستقبل مشرق مبني على ازدهار مستقر وأمن مستتب وفرص كبيرة وطموح لا ينتهي لسكان المنطقة بشكل كامل. ولذلك فعلا رؤية سمو الأمير محمد كانت ملهمة وكانت حقيقة باعثا لبعث طاقات جديدة وفكر جديد في المنطقة. ولذلك مملكة البحرين أطلقت أيضا رؤاتها بالتكامل مع
الرؤية السعودية. ولذلك نقول نحن وبفضل الله وبفضل هذه القيادة الرشيدة نعيش أياما هي من أفضل الأيام التي مرت على المنطقة ازدهارا وتنمية، وانكفأ كل الخطط التدميرية والإرهاب والتطرف والغلو كله انكفأ في وجه هذا التقدم والتطور، وأيضا إعطاء الشعوب في المنطقة أمل جديد وأفق جديد من قبل المملكة العربية السعودية. نعم. أخيرا دكتور، يعني ما هي الأهداف المرجوة، المكتسبات التي يمكن أن تحصل من مثل هذه المجالس في لشعوب المنطقة، للشعبين، شعب المملكة العربية السعودية والبحرين، وأيضا شعوب دول الخليج وكذلك الشعوب العربية، من مثل هذه المجالس التنسيقية، وخصوصا وهي لا تخص بلدين، وإنما أيضا هناك مجلس تنسيق سعودي مع جميع دول المنطقة وأغلب دول المنطقة؟ دعني أكون صادق وصريح جدا في هذه النقطة لأنها نقطة مهمة جدا. نعم. في دول العالم قاطبة معظم رجال الأعمال والمؤسسات والشركات يطالبون من حكوماتهم تسهيل الإجراءات وعقد اتفاقيات عكس ما هو موجود في دول مجلس التعاون الخليجي. القيادات الرشيدة ومستوى مجلس التعاون الخليجي أو مستوى العلاقات البينية السياسية متقدمة جدا، ولذلك الموضوع الآن في ملعب رجال الأعمال في ميدان المستثمرين في مجال المؤسسات في كل القطاعات، لأن هي تبادر وتفتح قنوات. هناك من الأنظمة والإجراءات التي تمت بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة البحرين والاتفاقيات الثنائية وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع والصناعات ذات المنشأ الوطني ما لا يوجد في كثير من الدول حتى يمكن على مستوى الاتحاد الأوروبي. ولذلك نقول أن القيادات قامت بما يجب بل وأكثر مما هو مطلوب. الآن الموضوع يتعلق برجال الأعمال، بالمبادرين، بأصحاب الابتكارات، بالذين يبحثون عن فرص تكاملية بين هذه الدول. ولذلك الآن نقول هذا المجلس بالتأكيد سينظر إلى التقارير المرفوعة إليه وخاصة التقارير الاقتصادية لأن هي المهمة الآن. الحمد لله لدينا تكامل سياسي تام، لدينا تكامل اقتصاد أمني تام، لدينا تكامل في جميع القنوات، بقي لدينا فقط التكامل في مجال الأعمال والصناعات البينية المشتركة. وبالتالي ندعو رجال الأعمال وأصحاب الفكر الاقتصادي الجديد بأنهم ينتهزوا هذه الفرص ويخلقوا أو يجدوا فرص جديدة وقنوات للتعاون البيني المتبادل بين المملكتين. جميل جدا. الكاتب السياسي الدكتور نايف الوقاع، شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير إن شاء الله. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا تتصل بالعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات. وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية خلال استقباله في الرياض وزير خارجية مملكة أسبانيا خوزيه مانويل ألباريس. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. جاء قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار آلية تسديد أقساط الدعم السكني والقرار ليساهم في تحفيز القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته بتحقيق التطلعات. نتابع. لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع، مجلس الوزراء يوافق على تعديل قرار آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها الموارد البشرية لرفع نسب تملك الضمانيين وتحفيز القطاع غير الربحي ورفع مساهمته بما يحقق الأهداف والتطلعات. وجاء التعديل الجديد على قرار مجلس الوزراء كما كشفت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ضخ وحدات سكنية إضافية بجانب تعزيز الاستقرار ورفع نسب تملك الضمانيين وتنوع شرائح المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، إضافة إلى إيجاد حلول سكنية
أكثر استدامة واستقرار للأسر الأشد حاجة، إذ ساهم برنامج الإسكان التنموي خلال السنوات الماضية بتوفير وحدات سكنية للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقدمت العديد من الخدمات بتوفير المسكن الملائم للأسر بما يناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم في مدن ومحافظات المملكة، بشراكة مع أكثر من 350 جمعية أهلية. تتواصل في الرياض فعاليات معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية بمشاركة أكثر من 75 دولة، ويعد المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية من أهم الأحداث العالمية الرائدة في مجالات الأمن والدفاع، وتستمر فعاليات المعرض حتى غد الخميس. أعلنت وزارة الدفاع عن توقيعها 17 عقدا ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي 2024. وتستهدف العقود التي أبرمتها الوزارة رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة وتعزيز قدراتها ورفع كفاءاتها القتالية، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية. دشن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية خلال مشاركته في معرض الدفاع العالمي 2024 طائرتي قسوة وشاهين بتصميم وبناء وتطوير أيد سعودية للمساهمة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري. قسوة أول طائرة مسيرة من الفئة الرابعة تم تدشينها من مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية خلال معرض الدفاع العالمي. الطائرة بالمستوى الرابع صممت لعمليات الاستطلاع، المسح والاستطلاع، عمليات الضرب التكتيك الجوي. الطائرة طبعا صممت بالكامل بأيدي سعودية في مركز الأمير سلطان. الموجود حاليا هو طبعا موكب للطائرة، ولكن هو يجسد تماما القدرات وحجم الطائرة على الواقع يعني. كما دشن المركز خلال المعرض طائرة شاهين. طائرة شاهين أحد طائرات مركز الأمير سلطان للدراسات الدفاعية. هذه الطائرة سعودية بشكل كامل 100% سواء من ناحية تصميم أو تصنيع. الطيارة هذه تعتبر من طائرات البيتول مسيرة بشكل كامل. الطيارة فكرتنا ترتفع بشكل عمودي، بعدها تتحول بشكل أفقي كأنها طائرة عادية، بعدها وقت الهبوط تهبط بشكل عمودي، وهالشيء يعطيها الفرصة أنها تهبط في أي مكان سواء على سفن بحرية أو على الأرض أو على طائرات ثانية. أسس مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لتعزيز الصناعات الوطنية العسكرية بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري وتعزيز السيادة الوطنية على الأنظمة الدفاعية بتصميم وتطوير وبناء بأيد سعودية. دانا القحطاني، الرياض. أهلا بكم من جديد. شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، شهدا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ مشروع الخدمات الاستشارية التأسيسية وخدمات الدعم المستمر لمعهد الأئمة والخطباء، أحد مشاريع مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح، إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030. ويهدف المشروع إلى تأسيس وتشغيل معهد الأئمة والخطباء من خلال ممكنات تشريعية ومؤسسية ومعرفية ومهارية وتقنية شاملة لمعهد الأئمة والخطباء. وقعت وزارة الشؤون الإسلامية مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء مذكرة تعاون بين الجهتين بهدف تنفيذ برامج مشتركة وأنشطة في مجال التدريب والمشاركة في المبادرات والحملات التوعوية الصحية للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء. ويأتي توقيع مذكرة التعاون في إطار التعاون مع القطاع الغير ربحي تعزيزا لمساهمة هذا القطاع لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة. دعت وزارة الحج والعمرة قاصدي المسجد النبوي وزوار الروضة الشريفة على ضرورة الحجز لموعد مسبق عبر تطبيق نسك أو توكلنا. وأشارت الوزارة إلى أن الحجز المسبق يضمن الفرصة في الزيارة وتسهيل الدخول وتجنب الازدحام. اختتمت أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض. المنتدى جاء لتعزيز الفرص والتعاون مع القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاستراتيجية بمشاركة أكثر من 8000 شخص من القطاع الخاص بمختلف القطاعات، إلى جانب تنظيم ما يزيد عن 100 جناح ومشاركة أكثر من 80 من شركات محفظة الصندوق. كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الصادرات السلعية في المملكة بنسبة 15.6% خلال نوفمبر الماضي، وذلك على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 95 مليار ريال. ويعزى ذلك نتيجة إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 19.4% حيث تجاوزت قيمتها 72 مليار ريال في نوفمبر الماضي مقابل نحو 90 مليار ريال في نوفمبر من عام 2022. أكدت هيئة الأمن الغذائي أن تحديات الأمن الغذائي في المملكة تركزت في المعدلات المرتفعة للفقد والهدر الغذائي، فضلا عن مخاطر التلوث خلال نقل الغذاء وشح ومحدودية الموارد الغذائية وكذلك مواجهة الأزمات. وأضافت أن أبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي تمثلت في الاعتماد الكبير على الإمدادات الغذائية المستوردة وتركيز استيرادها في دول محددة والتحديات الاستثمار الزراعي في الخارج وعدم وجود نظام الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ. بدأت الشركة الوطنية للإسكان إتاحة الحجز والشراء في ضواحيها ومجتمعاتها العمرانية لجميع شرائح المجتمع دون اشتراط الدعم السكني خلال شهر يناير، بهدف فتح المجال أمام جميع الأفراد للاستفادة من الخيارات المتاحة فيها وبمختلف مناطق المملكة. وفعلت الشركة إتاحة البيع للجميع عبر حزمة من المشاريع التي تطورها بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين في مدينتي الرياض وجدة، وتعمل على تحديث القائمة بشكل دوري لتشمل جميع الضواحي والمجتمعات العمرانية. ورياضيا، تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية بعد فوزه على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل لملاقاة نظيره الأردني في نهائي آسيوي بنكهة عربية. لمساعة المنتخب الإيراني عن طريق جان بخش، طويلة تحضير براس خطير وبرامو بيدروب ميديل بالرولة وهدف أول لإيران. عفيف المين، التسديدة قوية، النبي برامو يا ولد، برامو يا ولد، برامو أكرم تسديدة. مشعل يا مشعل حطا هدف التعادل لإيران. عفيف بعرضية لكن الدفاع عبد العزيز حاتم قوية، معاز تسديدة، دميان ليلة تاريخية، المهاجم العازف الهداف المعز لبى النداء أنسال وينه هذا.
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية. هذا وتشهد معظم المناطق انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت سسكاكا وحائل 4 درجات مئوية، تليها تبوك وطريف ب5 درجات مئوية. ونشرتنا انتهت. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو ولي العهد وولي عهد البحرين يترأسان مجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم على خير وفي أمان الله.